النشرة الجوية تأتيكم من قناة الحياة الجزائرية، أهلا بكم. نستهلها بالوضعية الجوية المتوقعة لظهيرة اليوم، وحسب مصلحة الأرصاد الجوية إذا عندنا سماء ملبدة بسحب كثيفة على مدن الشريط الساحلي الوسطى حتى الغربية، مع بعض التساقطات المطرية بين فترات وأخرى مصحوبة إذا برياح قوية. تبقى الأجواء مستقرة بالسواحل الشرقية حتى المناطق الداخلية الشرقية مع بعض السحب العابرة. أمطار معتبرة محليا بالهضاب العليا الغربية. تبقى الأجواء مستقرة اتجاه المناطق الجنوبية مع بعض السحب العابرة على شمال الصحراء حتى الجنوب الغربي، الصحراء الوسطى، مرتفعات لوغار وتاسيلي، أيضا بالجنوب الشرقي وعلى ورقلة، وأجواء مستقرة تماما على بني عباس وجنت. درجات الحرارة 23 درجة على عنابة، 21 درجة بالعاصمة، 24 درجة على وهران راح ترتفع، 23 درجة على ورقلة، 18 درجة على تبسة، 20 درجة بغردايه بشمال الصحراء، 23 درجة على بني عباس، 27 درجة بالجنوب الغربي، 30 درجة على أدرج، 26 درجة بتمن راست وجنات الدرجة الدنيا إذا لظهيرة اليوم، 16 درجة على سطيف والبيض والقصوى، تصل إلى 33 درجة بعين صالح إليزي وعين قزام. نروح نشوف الملاحة وأحوال البحر. البحر سوف يكون من هادئ إلى قليل اضطراب، هذا على طول الساحل الجزائري، مع سرعة الرياح تتراوح من 15 إلى 20 كيلومتر في الساعة. نختم مشاهدينا بمواقيت الشروق والغروب لتهم العاصمة وضواحيها، إذن غروب الشمس على 5:31 دقيقة. للمزيد من المعلومات عن الجو والبيئة ما عليكم إلى التواصل معنا على عناويننا التي تظهر على الشاشة. ختم نشرة الجوية، في أمان الله.